السلام عليكم. لوحظت مشكلة في جهاز اس 2000 هيليكس. المشكلة هي عند استخدام الكالر فلو او كالر دوبلر، فبيصير تباطؤ عند تحريك الار او اي اللي هو مربع اللوني. ملاحظ مثلا تحريك مربع اللوني في تباطؤ شديد. لحل المشكلة، حل بسيط، هي ليست مشكلة تقنية وإنما بالإعدادات. نحن فينا نفوت على الـ2D، بعدين فينا ننقص السايكلير للـ2. تمام، هلأ بنروح على الكلر مرة تانية، ممكن نشوف الفرق بالسرعة بين النمط الأول والنمط الثاني. وهيك بتكون حليت المشكلة بفضل الله.